لا يستبعد وقوف طرف خارجي خلف ما جرى، ولكن هذه تبقى فرضيات. وأيضا ما روجت له وسائل إعلام يمينية عن تورط مجموعات يسارية متطرفة يبقى في خانة الفرضيات. وهنا أعود إلى سؤالك الأول محمود، لأشدد منعا لأي التباس أنه لا يمكن أن يكون هناك يساريون خلف هذه الأعمال. الحديث يجري حتى من قبل صحف يمينية عن مجموعات يسارية متطرفة، هذه فرضيات لا يوجد دليل عليها. ثم أنه لا يمكن لليساريين أن يقفوا وراء عمل من هذا النوع، لأن 70% حوالي 70% ممن يعملون في الشركة الوطنية لسكك الحديد هم من محاسبي اليسار، وهم من ذوي الدخل المحدود ومن الطبقة العاملة. لا يعقل أن يكون هناك اليسار، يعني إطلاق هذا التعبير هذا المصطلح سيكون أمرا غير دقيق لو تداولته وسائل إعلام. هذا يخالف المنطق السليم، لأن اليسار معظم جمهوره يعمل في هذه الخطوط. ذكرت أيضا أنصار البيئة أو نشطاء البيئة حسين، يعني نشطاء البيئة، وذكر أيضا يعني داعش خراسان، يعني ربما هناك تخوفات من فكرة تجنيد المراهقين وشيء من هذا الكبير، وسأناقش هذه النقطة بتوسع يعني بعدما أنهي الحوار معك. لكن هل نشطاء البيئة ممكن يقوموا بهذه الأفعال؟ وهل كانت هناك إشارة لداعش خراسان بشكل أو بآخر؟ نعم، وأنا أجيب على سؤالك، أنسحب من الصورة مجددا لتروا كيف أن البعض ما زال ينتظر هنا مع حقائبه. هذا بالنسبة للذين تأخرت رحلاتهم، ولكن الأمور بدأت تعود تدريجيا إلى نصابها كما ذكرت. بالنسبة لما تتحدث عنه عن احتمال أن توجه أصابع الاتهام إلى داعش خراسان أو إلى جهات من مناصري البيئة، وسائل الإعلام تحدثت عن فرضيات ضعيفة السند، بل أن السند غائب تماما ولا يعزز أيا من هذه الفرضيات. كرر المسؤولون الأمنيون أن التحقيق جار، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال جابرييل أتال أن التحقيق مستمر لتعقب الفاعلين تمهيدا لتوقيفهم ومعاقبتهم في وقت لاحق. دعني أشير إلى أن التعزيزات الأمنية قبل وبعد هذه الاضطرابات في خطوط سكك الحديد هي تعزيزات أمنية غير مسبوقة لمواكبة انطلاق افتتاح دورة الألعاب الأولمبية عند الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي. حوالي 35 دركي وشرطي، يضاف إليهم حوالي 18,000 جندي في الجيش يواكبون انطلاقة هذه الألعاب الأولمبية مساء اليوم، أي ما مجموعه 53,000 عنصر أمن بين دركي وشرطي وجندي، يضاف إليهم حوالي 20,000 من موظفي الشركات الأمنية الخاصة، ويضاف إلى كل هؤلاء محمود حوالي 1,900 عنصر من قوى الأمن الداخلي في 40 دولة مشاركة في الألعاب الأولمبية. يصل إلى باريس خلال الساعات المقبلة، ووصل إليها خلال الساعات الماضية حوالي 120 من قادة الدول المشاركين في هذا الحدث الدولي الرياضي التاريخي. يعني له بصمة سياسية أيضا، يعني هو ليس حدث رياضي فقط، وإنما حضور هذا الكم من القادة والزعماء ولقائهم بالرئيس الفرنسي ربما يعطي بصمة سياسية في خصوصية حسين، وهو فكرة 100 عام، يعني 100 عام على هذه الدورة الصيفية من 1924 حتى اليوم، ربما لها خصوصية عند الفرنسيين. صحيح فرنسا استضافتها في مراحل في سنة 68 و92، لكن كانت دورات شتوية، لكن هذه الدورة الصيفية من 1924 و2024 100 عام بالتحديد، ربما تكون لها ثقل ما أو بصمة ما أو خصوصية ما عند الفرنسيين. يعني تماما، وهذا ما دفع السلطات إلى التحضير منذ 3 سنوات لهذا الحدث الذي جاءت الاضطرابات والاستهدافات ضد خطوط سكك الحديد في الشمال والشرق والغرب الفرنسي لتعكره، لكن المسؤولين أكدوا أن لا تأثيرات مباشرة لما جرى على حفل الانطلاق. أعود إلى سؤالك، نعم هناك 600,000
مشارك في هذه، بل 600 ألف شخص سيحضرون هذه الانطلاقة مساء اليوم، والتي يشارك فيها أكثر من 10,000 لاعب أولمبي. إذا ما قارنا ذلك بما كان حصل قبل 100 عام، طبعا مستوى التعزيزات الأمنية والإجراءات التنظيمية والاهتمام من السلطات لا يقارن هذه المرة بالاستعدادات الضعيفة نسبيا التي حصلت قبل 100 عام بطبيعة الحال. من هنا الفرنسيون طبعا يحفظون في ذاكرتهم ما جرى قبل 100 عام، ويسعون إلى إنجاح هذه المناسبة اليوم التي ستبقى في تاريخ فرنسا إذا مرت الأمور على ما يرام. محمود، برنامج حفل الافتتاح، هل في شيء مدهش مفاجئ؟ نعم، هناك حوالي 205 قوارب ستعبر نهر السن، كل قارب منها يخصص لوفد من الوفود المشاركة. هذه القوارب ستنطلق نحو مسار مائي في نهر السن يتواصل على مدى 6 كيلومترات، وطبعا بعد ذلك بل قبل ذلك سيصار إلى وقف حركة الملاحة الجوية تماما بدءا من 5 PM. سيتوقف العمل في مطارات أورلي وشارل دوغول وبوفي، وكلها مطارات تقع قرب باريس، وهذا أيضا غير مسبوق، وذلك تحسبا لأي طارئ أمني. هذا غير مسبوق أن تتوقف حركة 3 مطارات باريسية في الوقت نفسه، ستتوقف حركتها بين 5 PM ومنتصف الليل تحسبا. طبعا المفاجآت ستكون كثيرة، من ضمن الانطلاقة التي ستبدأ عند 7:30 PM بالتوقيت المحلي. محمود، أدير مكتبنا في باريس حسين قنيبر، حسين شكرا جزيلا لك.